الشبشب مشكلة بتواجهنا كلنا، أو خصوصا التافهين اللي بيتفرجوا على الفيديو ده، وطبعا احنا التافهون المتحدون. المشكلة دي مضايقانا جدا ودورنا لها على حلول. الناس اللي مش بتهتم بس غير بان هي تجري ورا اكل عيشها، ومش فارق معاها خالص الصوت اللي بيعمله الشبشب والحك في الارض. ايه يا جماعة، في ايه؟ ايه الصوت ده؟ انا مش فاهمة. وعادي كده محدش مهتم ومحدش مقدر، كفاية حك بقى، كفاية حك في الارض. لازم نلاقي حلول. في ايه؟ التفاهم المتحدون فكرنا في كام حل وهيفيدنا جدا. الحل الاول، الشركات اللي بتعمل الشبشب ده تعمله بسفنج من تحت. سفنج هيكتم الصوت، ويا سلام بقى لو كان مطاط. يا جماعه تخيلوا شبشب كده مطاط وسفنج، الناس هتبتدي تهز كده وهي ماشيه، هيقضي على السمنه، والناس اللي بتعمل دايت هيساعدهم جدا. يعني ده حل فعال جدا يا جماعه. ليه مهملين الحلول دي؟ والحل التاني، محدش يجي يقول لي ان انا هقول لكم ترفعوا رجلكم من على الارض. ايه يا جماعه، احنا مش جايين نقدركم. الحل التالت، وده الحل اللي يهمنا دلوقتي لان ده الحل التافه وكلنا مستنيينه، وهي ان الشركه نفسها اللي بتعمل الشبشب تخلي صوت الحكه بموسيقى او نغمه او اغنيه، اي حاجه انت عايزها، وانت اللي تختار حكتك بايدك. تخيل معايا كده بقى، اخترت مثلا اغنيه حب جامد لجنات وماشي بصوت الحكه بتاعتك، وجنبك واحد من بتاع الدايت الحل الاولاني لو فاكرينه، حاطط سفنج وماشي عادي وماشيين جنب بعض، انت حب جامد وهو شغال جنبك بيتهز، ويبقى كده الهز مع الموسيقى شعار المرحله. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان الموسيقى فضلوها عن العلم. اصلا يعني احنا بنحك ليه؟ يعني خلاص ما حلينا، يعني قدمنا حلول للمشكله، مفيش حك.